يضيق الخناق أكثر فأكثر على السوريين، خاصة أولئك المقيمين في مناطق سيطرة النظام، فلا كهرباء ولا غاز ولا ماء لتكون البطاقة الذكية سيدة موقف الطامحين بالحصول على رغيف خبز أو لتر وقود يقي نفسه برد الشتاء. تقارير عديدة تحدثت في الآونة الأخيرة حول أن آلاف الشبان السوريين يطرقون أبواب الهجرة بسبب الانهيار الاقتصادي وتفشي البطالة، حيث يشهد مركز الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق أكبر موجة تدفق من السوريين الراغبين في الهجرة. أرتال تصطف منذ ساعات الصباح الأولى وإلى منتصف الظهيرة بفارغ الصبر، أمنيات وأحلام للحصول على جواز سفر يمكنهم من الخروج من البلاد لتكون الطامة الكبرى عند فئة الشباب بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين أمام تأمين متطلبات التعليم وأدنى مقومات الحياة. أزمة يقول متابعونا إن حكومة النظام افتعلتها بعد زيادة الطلب على وثائق السفر، بيد أن الإقبال على الهجرة تزامن مع دعوات وزير خارجية النظام فيصل المقداد لعودة اللاجئين إلى سوريا، زاعما أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات التي تضمن عودة آمنة وحياة مستقرة لهم، في حين لا تزال معظم المناطق التي هجر منها اللاجئون مدمرة ولا تصلها الخدمات الرئيسية. الأمم المتحدة وفق آخر تقرير لها قالت إن 90% من السوريين يعيشون منذ العام 2020 تحت خط الفقر، في حين يعاني أكثر من 12 مليون فرد سوري من انعدام الأمن الغذائي. المنظمة ذاتها أشارت إلى أن ما يزيد عن 6 ملايين سوري نزحوا داخل البلاد، تاركين خلفهم آلاف الشبان يعيشون تحت وطأة الفقر والبطالة، وهو ما حول أدنى حقوقهم إلى مشقة ومكابدة يومية، في بعض الحالات إلى حلم بعيد المنال.